الكويت كما لم ترها أبداً من قبل. شوارع خالية، محلات مغلقة، لا مار على الأرصفة، لا صخب، لا ضجيج. أين الناس؟ في بيوتهم معلقين إلى هواتفهم الذكية يبحثون عن أمل يعيدهم إلى حياتهم السابقة، لكن حتى ساعة لا أمل. فالأخبار السارة شحيحة ناقصة، حديث عن دواء مرة في ألمانيا، مرة في اليابان، تارة في فرنسا، وأخرى في الصين، آخرها في أمريكا، لكن لا شيء مؤكد. In Washington State today, U.S. researchers tested the first experimental coronavirus vaccines. منذ مدة فهم الجميع أن لا لقاح ممكن قبل الخريف. لم يعد أحد يعلق أملا كبيرا عليه. لا، ليس فيلما لهيتشكوك، بل ما يعيشه العالم هذه الأيام كابوس حقيقي اسمه كوفيد-19. كل شيء بدأ هنا في أحد أسواق السمك بمدينة ووهان الصينية أواخر 2019. فيروس جديد ينتقل إلى الإنسان، ليس سارس، إنه شيء آخر، شيء سيغير العالم ويكتسح الخرائط في ظرف قياسي. Of course we're going to depend on those that are recovering, right? So those that actually had the virus and recovered. في الكويت كان كوفيد مجرد خبر عابر، مادة استهلاك إعلامي لا تنتبه بالكاد إليه، لا أحد اعتقد أنه سيصل إليه. لكن ذات صباح صدم الجميع برسالة تفيد بأن كوفيد حط في الكويت. شعور بالقلق والرعب تملك الناس، خطر فيروس كورونا المستجد، إنه لا يظهر بعد الإصابة مباشرة بل يأخذ وقته، أسبوعان ربما أكثر. حينها يكون الوقت قد فات. كل يوم يطل علينا هذا الرجل ليعلن حصيلة جديدة تتصل بكوفيد-19. يوما بعد آخر أخذت الأرقام تتضاعف، لكن الأمور بقيت تحت السيطرة. كان يجب التحرك وبسرعة لاحتواء كوفيد قبل أن يستفحل. أعلنت شركة المشروعات السياحية إغلاق مرفق منتزه الخيران السياحي أمام الرواد والجماهير اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، لتخصيصه كأحد مواقع الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. الحجر الصحي للعائدين إلى الكويت واحد من قرارات مهمة أخرى ساهمت في احتواء الوباء. الدولة ألقت بكامل ثقلها لمنع تفشي كورونا المستجد في البلاد. بسرعة جاء قرار إغلاق المساجد. لا تجمعات، التباعد الاجتماعي أحد عناصر الحل، لكن هناك عناصر أخرى. إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية للأطفال ولعب الأطفال. تطويق الوباء دونه قرارات شجاعة وصارمة. مجلس الأمة والحكومة تحركا بسرعة القصوى يدا بيد لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدقة لعبور الأزمة بأقل الأضرار. قالوا عن الكويت إنها هي الوحيدة يمكن بين العالم التي سبقت الآخرين في مواجهة هذا المرض الخبيث وهو مرض كورونا. أود أن أسجل الشكر الكبير لأخي ماثيو كلقانم و رئيس مجلس الأمة والأخ رئيس مجلس الوزراء على تعاضدهم مع بعض وبناء جسر بينهم وبين مجلس الأمة والحكومة ومجلس الأمة لحتى يفهم أعضاء مجلس الأمة بالوقائع والحقائق كلها.
أتوجه بالشكر الجزيل لكل أبناء الشعب الكويتي على وقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم وخلف حكومتهم، وعلى تعاونهم وتقبلهم الإجراءات الاحترازية التي قد تكون في بعض الأحيان قاسية. وأيضاً أود أن أشكر أخي سمو رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي كاملاً، أخواني وأخواتي، على ما يبذلونه من جهود جبارة. منذ استشعار الخطر في هذا الوباء وتوجيهات سموكم كانت تقود إلى مواجهة هذا الأمر الجلل وتسخير كل إمكانيات الدولة لمواجهته. بسرعة عطلت المدارس والدوائر الحكومية، دائرة الإغلاق تتسع، الشركات والخدمات، المحلات تنزل الستار. لم يكن ذلك كافيا، كان يجب قرارات أخرى للحد من انتشار الوباء. أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة المهندس عبد العزيز الطشة أن العمل جاري لاستكمال تجهيز مركز جديد لفحص الوافدين في أرض المعارض في مشرف، يضم طاقما طبيا متخصصا بفيروس كورونا المستجد. حظر جزئي للتجول وتلويح بحظر كلي غير انتشار كورونا وسط العمال، فرض الانتقال إلى السرعة الأعلى لاحتوائه. كان يجب إغلاق الجليب والمهبولة وبسرعة، لم يكن إجراء سهلا حيث تطلب الأمر المزيد من الجهد والعمل. نقاط التفتيش تذوب في تفاصيل الجليب، إنهم في كل مكان يراقبون كل حركة، لا أحد يدخل لا أحد يخرج، حفاظاً على سلامة سكان الكويت. قامت وزارة الدفاع بتسليم الصالة رقم 5 بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف لوزارة الصحة بشكل رسمي بهدف استخدامها كمحجر صحي. عبد العزيز الكندري المتواجد في مستشفى شركة النفط الميداني. في هذه الظروف استثنائية الكل حط إيده بيد بعض والكل قام يشتغل. عبد الله راشد من هناك، نمسي عليك بالخير. أنا الآن في موقع الرتقة التابع لشركة نفط الكويت. خلف هذه القرارات هذا الرجل الطبيب الدكتاتور كما لقبه سمو الأمير حفظه الله ورعاه، كل صباح يزف إلى سكان الكويت أرقام المتعافين، عددهم يزداد كل مرة. الخامسة مساء حان وقت الإغلاق، الحظر دخل حيز التنفيذ، صمت مطبق، هدوء، لا سيارات لا شاحنات لا شيء. لا حركة على شوارع وطرقات الكويت، على امتداد البصر تبدو الحياة معلقة، متوقفة، مجمدة، لكن الصورة خادعة. مهمة بهذا الحجم تتطلب ترتيبات خاصة. نقاط التفتيش في كل مكان، رجال الداخلية مستنفرون يراقبون. الجليب منطقة مغلقة لكبح انتشار الوباء بعد ظهور حالات كثيرة لعمال يقطنون بها.
لا أحد يدخل، لا أحد يخرج. الشرطة تحكم قبضتها على المنطقة. هذا المدخل الرئيسي، المدخل الرئيسي لمنطقة الجليب اللي قبل شوي كنا عنده، راح تشوف الآلية شلون يعني تم اتخاذ الحيطة في جميع الجهات، الحذر من أمور التهريب وغيره. هذا المدخل يمكن الإخوان يشوفونه. الحين راح ناخذ الجولة سريعة تشوف الأوضاع شلون والسيطرة الأمنية في هذا الموقع. طبعا نوضح للمشاهدين بعدين على موضوع هذه السيارة ودورها في نقل التحذيرات لسكان المنطقة. انت شايف قدامك الحين والمشاهدين قاعد يشوفون شلون المنطقة بالليل هدوء والسيطرة التامة، ويمكن احتاج في بداية الأيام مخاطبة المتواجدين. فالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وفرت رسالة شاملة لسكان هذه المنطقة، استعانت في بعض المعنيين في وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف من يجيدون اللغة الخاصة في هذه الجاليات. فتم من خلال أيضا السيارة نحن متواجدين فيها انتقلنا من موقع لآخر ونقلنا لهم الرسالة التوعوية أو الرسالة المطلوب توصيلها لهم. داخل هذه الكيلومترات المربعة يعيش مئات الآلاف. أن تقلق المنطقة يعني أن تتحمل المسؤولية، توفير أساسيات العيش لسكانها. إنها مهمة يومية وصعبة تتكفل بها الدولة. رجال الداخلية ساهرون على ضمان حسن سير عملية الإغلاق، عينهم لا تنام، يتناوبون على المهام نفسها. كل يوم تتكرر هذه المشاهد. الطوارئ الطبية خلية نحل داخل هذه القاعة، لم يعودوا ينظرون إلى ساعاتهم، شفتاتهم لا تنتهي والاتصالات لا تتوقف. يرن جرس التليفون، الأسئلة نفسها تتكرر. اتصال آخر، مهمة جديدة. أبناء وبنات الكويت هبوا في فزعة رائعة، عكست معدن الكويتيين الأصيل وتلبيتهم لنداء الوطن في مثل هذه الظروف الصعبة وكلما استدعت الحاجة. متطوعون من كل الأعمار رسموا لوحة وطن بكل الألوان. وايد طلبات اليوم تقريبا فوق 200 طلب، بس لازم نخلصهم يعني حتى لطاف الوقت لساعة 10-11 لازم نخلص الطلبات وبعدها حيل الله يعني لي باكر. شوف خلنا أخذ عربانة. مكعبات ورقة دياي. مرات انت توهق بالطلب، ها نفس ما انا الحين متوهق. اذا توهقت بالطلب ادق على العميل واقول له شنو طلبك، يعني حاول توضح لي. فلما يوضح لي وهذا اخذ الطلب، اذا مو موجود احط عليه اكس انزين، ولما نوصل الطلب نقول له انه ترى مو موجود خالص. اي واحد هنا طلع تكرار يا أمي، تأخذ الأغراض هذول.
تفضل. يلا الله يعافيك. يلا بس توني خلصت ووزعت الطلبات على البيوت. طبعا كل سيارة تقريبا ياخذ 3 طلبات 4 طلبات على حسب السيارة، وكل واحد قاعد يطلع بسيارته الخاصة. تقريبا احنا عندنا 10 سيارات هي اللي توصل الطلبات باليوم. تقريبا يعني يصير في 200 طلب 100 طلب على حسب اليوم، يعني مرات يكون خفيف ومرات يكون في ضغط. متطوعو الهلال الأحمر دائما في المقدمة. يوم آخر، مهمات جديدة، ليس هناك منسيون، الجميع سيحصل على أكل. مهمة ليست بسيطة لكنها ضرورية فرضتها التطورات. احنا اليوم إن شاء الله راح يتم توزيع 3000 وجبة غذائية على العمال في عدة مناطق ومؤسسات تابعة للدولة، نذكر منها مراكز الإيواء والإبعاد وفي الجهرة وعلى عدة مستشفيات، منها مستشفى الأميري، مستشفى الصباح، مركز الإحقاقي، وأيضا هناك عندنا بأرض المعارض تقريبا لا يقل 150 عامل سيتم وجبات وتوزيعها اليوم إن شاء الله، وأيضا توزيع السلة الغذائية عليهم، يعني نعطيه سلة غذائية حق مدة أسبوع أو 5 أيام من خاصة المواد الغذائية الجامدة، يقدر يفتح العلبة ويأكلها. احنا كدور الاحمر نساهم في دعم العمال، علشان احنا تحت شعار اللي تحب الكويت اقعد بالبيت، هذا احد الشعار قاعد نطبقه سواء على الاسر المحتاجه او العمال العاملين في قطاعات مؤسسات الدوله. انت وين سيارتك؟ كم تاخذون؟ كم؟ اوكي يلا. والله الحمد نجح الفريق التطوعي بالهلال الاحمر الكويتي بمسانده ودعم من المتبرعين، جزاهم الله الف خير. تشوفونها عندكم هذه داخل القاعه الكبيره، والحين قاعد نحملها سيارات كلها من متبرعين هالخير من دولة الكويت. الوجهة لشويخ، المهمة تقديم مساعدات للعمال هناك. متطوعين جمعية الهلال الأحمر الكويتي متواجدين في النهار وفي الليل طوال يعني الوقت هذا كله لأجل دعم من يعيش على أرض الكويت، وهذه واجب من واجبات جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال المتطوعين باستقبال التبرعات وإيصالها لمن يستحقها. مثل ما لاحظنا الدواجق هذه يستخدمونها اخواننا اللي يداومون ويشتغلون في مستشفى موقع الطب الطبيعي، يتم تجهيز لهم اماكن اقامه عشان يقدرون يمارسون حياتهم اليوميه في هذا المكان. طبعا هو امان لهم، وجمعيه الهلال الاحمر الكويتي ايضا تدعم كل الجهات اللي تحافظ على عمالتهم يقيمون في مقر اعمالهم. هو دعم ايضا لمزاولة العمل بدون الاختلاط، راح يكونون تحت الرقابة الصحية. احنا قاعدين في أماكن سكنهم، فهم أكيد محتاجين هذا الدعم، لأنه هو دعم يكون علشان نخليهم دائما يكون موجودين في مغار سكنهم وما يطلعون، خاصة أن يعني منطقة صناعية خلاص أصبحت مغفلة، لكن هم تواجدهم يمكن في صعوبة حق التوجه حق مناطق اللي هي الشراء.
حفروا بصمتهم في الحرب على كورونا، أنهوا معركتهم الصغيرة. حان وقت العودة إلى البيت. غدا معركة جديدة تنتظرهم، لا حاجة لتذكير بعضهم البعض بالموعد، سيكونون هنا غدا في المكان نفسه في الساعة نفسها. الكويت حققت إنجاز كبير بعملية الإجلاء بكل إجراءاتها وقوانينها. أكبر عملية إجلاء في تاريخ الكويت فرضت تحديات جديدة، الرهان على وعي القادمين والتزامهم بالتعليمات هي وصفة نجاح العملية وإبقاء الفيروس تحت السيطرة. شلونك؟ لم يعد مجرد سؤال، لقد أصبح تطبيقا لمتابعة حالة العائدين، ليست مهمة بسيطة. عملية الإجلاء تتطلب ترتيبات دقيقة، لكن الدولة عازمة على إعادة كل من يرغب من أبنائها في ذلك للوطن. يومها احتكرت طائرات الكويت السماء، ليس مهما كم عدد العائدين. جاي من السنغال، المواطن الوحيد اللي كنت في السنغال، والحمد لله يعطيهم العافية حكومة الكويت مطرشة طيارة عشان تاخذني من السنغال ونرد الكويت. والإجراءات يعني من بداية لين الحين وصلت هني كلها سهالات. العائدون إلى حضن الوطن، حجر منزلي ومؤسسي وسوار يرصد الحالات ويتابع يومياتها. انتهاء الإجلاء الجوي، أعقبه إجلاء بري عبر المركز الحدودي في النويصيب. أكثر من 4000 مواطن تجندت لهم كل إمكانات الدولة لعودتهم. اختتمت عمليات الإجلاء البري اليوم من منفذ نواصيب وأغلق إلى إشعار آخر. وزير الخارجية شيخ أحمد الناصر أشاد بتضافر الجهود التي تكللت بنجاح عمليات الإجلاء البري. استطعنا بالفترة من 12 مايو إلى 20 مايو إلى عودة أكثر من 4350 شخص. الأعداد لا زالت تتوافد وتعبر منفذ الحدود هنا في نويصيب. وفي زحمة الانشغال بالإجلاء الجوي والبري والحجر المنزلي والمؤسسي، القلب النابض بالإنسانية لا يمكنه ألا يستشعر معاناة إنسان تقطعت به السبل 3 أشهر كاملة بين الحدود، والكويت لا حدود لإنسانيتها. يعني أنا يا جماعة الخير صار لي هنا 63 يوم في المكان ده، وتقلصت السيارات ما عادتش زي الأول. يعني الأول كان في ناس بتعد عليا وبتديني وبتعملني، دلوقتي خلاص محدش قليل، خلاص يعني أعداد معينة من السيارات. استكملت الكويت لما شمل أبنائها. الحمد لله على السلامة يا يوبا، نورت الكويت، نورت الكويت. وفي عز الفرحة بعودة آلاف المواطنين إلى حضن الوطن، تضاعفت أرقام الإصابات من المخارطين. أما فيما يخص عدد حالات الإصابة خلال 24 الساعة الماضية، فقد ثبتت وتأكدت إصابة عدد 1065 شخص. كان لابد من قرار حاسم حتى لو كان مؤلما، فآخر العلاج الكي. فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/5/2020 في تمام الساعة 4 مساء حتى يوم السبت الموافق 30/5/2020. الشوارع
خالية بالنهار والليل. الأرقام تتضاعف، تكسر حاجز 1000 إصابة يوميا رغم الحظر الكلي، لكن الأمور لم تخرج عن السيطرة. تطمئن وزارة الصحة التي ضاعفت عدد المساحات والفحوصات اليومية أو ما بات يعرف باسم المساحات العشوائية على الخط. في خضم الحظر الكلي تستمر الحياة ببطء لكن بشك محكم التنظيم. التسوق بات عملية إلكترونية عن طريق حجز مواعيد أونلاين. الذهاب إلى الجمعية التعاونية والأسواق المركزية أو العودة منها ليس فسحة للخروج، فهو محدد بوقت موزع ما بين ما تستغره مسافة الطريق والوقت المخصص لشراء الأغراض. لكن للصحة والمزاج، فسحة زمنية مقدرة بساعتين يومياً تم إقرارها لتكسر الحظر الكلي من 4:30 عصراً إلى 6:30 مساءً. بس هم الحمد لله مع الجو والحمد لله لحد الآن ما صار الحر، ذاك الحر اللي ما نقدر نطلع نقدر الحين. الساعتين دول واحد بيتنفس فيهم، لو من غير الساعتين دول والله الواحد ممكن يجي له اكتئاب يعني. ارتداء الكمامة في فترة التسوق والمشي أصبح إلزامياً بقوة القانون. عدد الإصابات يقفز إلى أكثر من 28,000 إصابة، فيما تتسارع وتيرة التعافي لتتخطى حاجز 14,000. أنباء عن ضعف الفيروس وتفاؤل بقرب زوال الأزمة ترسمه مشاهد عودة الحياة تدريجياً في أوروبا وأمريكا وآسيا. الله أكبر، الله أكبر. أول عيد بلا مساجد ولا زيارات أضفى على الأجواء غمامة إلى حين. ليبقى حجم الأمل يأكل مساحة الخوف كل يوم أكثر. الكل تعلم التعايش مع العدو الخفي. يوميات العاد الجديد فسحت نافذة للحلم. لم يعد ترفا التفكير فيما بعد الوباء، لكن سيكون هناك ما قبل كورونا وما بعدها. إن هذه الجائحة التي يمر بها وطننا العزيز والعالم أجمع وبكل قساوتها وآثارها تستدعي منا، وكما ذكرت لكم في مناسبة سابقة، استخلاص المواعظ والعبر. فعالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة. أعلن وزير الصحة شفاء 1230 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 11386 حالة. المتعافون أكثر من 1000. اتجاه جديد يؤكد توقعات خبراء الصحة. يونيو سيكون شهر عودة الحياة إلى نمطها وتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً. هي أزمة وستنتهي. مجلس الوزراء يعتمد خطة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية وعزل شامل على بعض المناطق. إذن هي في النهاية والمحصلة مسألة تحدي لوعي المجتمع والتزامه بمسؤولياته وواجباته والعمل جميعا كفريق واحد في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه بإذن الله.